الله الرحمن الرحيم وعلى بركات الله دائما وابدا نستعين. متابعينا الكرام في كل مكان نجدد بحضراتكم التحية والترحيب من انطلاقاتنا المتواصلة، انطلاقة ثاني الأيام لسن الحيلي والزمول من مسافة الكبار ومسافة العمالقة، المسافة 8 كيلومترات، المسافة الكافية لإظهار الإبداع، لإظهار التميز في سن الحيلي والزمول. انطلاقة موفقة في صباح اليوم في الفترة الصباحية، الفترة التي تحمل لنا الأسماء العديدة، تحمل لنا شوطين مفتوحة وستة أشواط عامة. في هذا الشوط لينطلق شوطنا العام الخامس للحيل العام، ينطلق على بركة الله ضمن فعاليات وتحديات مهرجان الملك عبد العزيز طيب الله ثراه في نسخته 8 في سباقات الهجن وتحديات الهجن، وبالتحديد في ميدان الملك عبد العزيز هنا في سباقات الهجن، لنجتمع لنتابع لنحضر لنتابع هذه الانطلاقات المستمرة. نبدأ مع عد المراكز لنتابع الشعار الذي أبدع في سن الكبار وقدم لأسماء العديدة مناورة، وقدم لنا غزة، والآن وقدم مصيونة، قدم الأسماء العديدة، يقدم الآن مذيار وخليل بن عبد الهادي بن خليل الشهواني الهاجري، يقدم لنا انطلاقة شعاره المتقدم مع مذيار، مذيار مذيار مع مقدمة الشوط، يتقدم الجنرال بالمتابعة وبالحضور. سعيد بن راشد بن عبد الله بن مبخوت الزعبي مضمرا متابعا لهذا الشعار، متابعا لتحركاته، متابعا لاندفاعاته. مذيار مذيار على خطى مصيونة، على خطى غزة، على خطى الأسماء العديدة، تتقدم بالمقدمة. الدور والنقلة متابعينا الأعزاء للمركز الثاني، لأتابع القادمة والحاضرة مع المركز الثاني، مركز الوصافة، وصلت الداير ووصل العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، يقدم لنا الذاير بوهندا، يقدم شعاره مع المركز الثاني القادم من سلطنة عمان الشقيقة الحاضر المتواجد مع انطلاقة الذاير بو محمد في ثاني التحديات وفي ثاني الانطلاقات. يقدم لنا الذاير القادمة من سلطنة عمان تبحث عن الفوز، ولكن من الجانب الأيمن تغيير واندفاع وحضور، وصلت هدادة وأبناء المملكة يتقدمون مع هدادة الرياض بن ثامر بن سليمان السعدون، وصل عاشق سلالة مبلش ومن يمتلكها مع المركز الثالث، غير للثاني مع هدادة أبناء الثامرية أبناء العاصمة الرياض يتقدمون معك يا أبو ثامر، يتقدمون مع حضورك ومع تواجد الشعار الكبير الذي يحضر بالتميز دائما وأبدا. غير إلى مركز الوصافة أبو ثامر ليقدم لنا هدادة مع ثاني التحديات، المركز الثالث الذاير وشعار الوهيب القادم مع المركز الثالث، المركز الرابع أتابع القادم الآن من الجانب الأيمن، وصلت متعبة، مرحبا يا متعبة، عبد المحسن بن شافي بن عبد المحسن الجفن يقدم لنا متعبة مع المركز الرابع، مع رابع التحديات المركز الخامس
أتابع العلا ومن تبحث عن العلا دائما وابدا. شعار صفر بن عقاب بن مساعد آل زيد الشريف يقدم العلا ولكن غيرت انتصار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يقدم انتصار في سعيد بن بط الزعبي المغامر في التضمير. من يتابع لنا تحركات هذا الشعار وانطلاقاته القادم من الشحنية مع المركز الرابع مع رابع التحديات الدور والنقلة للمركز الخامس. لنتابع التدخل من الجانب الأيمن القدوم مع خامس التحديات تصل بحضورها تصل بانطلاقتها من تلي انطلاقة انتصار وصلت الآن الشعارات مع المركز الخامس. وصل شعار الذاير محمد بن عتيق بن شامس العامري القادم يقدم شعاره وأيضا وصلت الضبية فالح بن عبد الله بن شوشان السبيعي مع المركز السادس. المركز السابع لافي بن حبيب بن فرج الحسين الشمري مع كنز. المركز الثامن عبد المحسن بن شافي بن عبد المحسن آل جفن مع متعبة مع المركز التاسع في هذه اللحظات أو الثامن. المركز التاسع عبد الله بن سعد بن بطل الفراج السبيعي مع ترف. تأتي الآن ترف مع المركز التاسع. المركز العاشر وصلت منصور فرج بن راشد بن سليم الأحويطي مع المركز العاشر. متابعينا في كل مكان نداؤنا الأول للعشر الأسماء البارزة للعشر الأسماء الأهم في هذا الشوط. نعود لأبرزها نعود إلى الهاجري. الله على هذا الأداء الله على الابتعاد يا سعيد يا بن راشد يا الزعبي من يقدم لنا شعاره الجنرال مع مقدمة الشوط مع الصدارة مع المقدمة يتقدم مع انطلاقته مع حضور هذه البطلة المتقدمة بشعارك يا خليل يا بن عبد الهادي يا بن خليل يا الشهواني الهاجري مع مذيار مذيار مذيار. ويا حلو الانتصار اليوم يا مذيار تبتعد بقرابة 200 متر عن باقي الأسماء عن باقي الشعارات تتقدم بالحضور تتقدم بالإبداع تتقدم بالتميز بهذا الجمال وهذا الدلال وهذا الرقص الطربي الأصيل على أرض الميدان. ترقص ترقص من الطرب ما شاء الله تبارك الرحمن أداء جميل تبتعد عن كل الأسماء لتغرد هنالك عند الصدارة بالكادر العلوي وحدانية مع مقدمة الشوط تتقدم بانطلاقها بحضورها وانطلاقة شعار الشهواني شعار في يتقدم يقدم الإبداع يقدم التميز العنابي القادم من الشحنية القادم من دولة قطر الشقيقة بحثا عن الفوز مع مذيار مذيار. من انطلقت مع المقدمة من تقدم العروض الفنانة العروض الجميلة ومن يتابع لنا هذا الشعار سعيد بن راشد بن عبد الله الزعبي متابعا مراقبا مضمرا خلف هذا الإبداع دائما وابدا. يتقدم الآن مقدما انطلاقاته الشهواني الشهواني الهاجري. من يريد أن يهاجر بالفوز أن يهاجر بالانتصار يتقدم العنابي مع مقدم مقدمة الشوط مع مقدمة السباق يقدم الإبداع يقدم لنا التميز. ولكن من بدأ يقترب بن شامس بن شامس يا محمد يا بن عتيق يا بن شامس يا العامري مع الذاير مع المركز الثاني. المركز الثالث لافي بن حبيب الحسين الشمري مع كنز. والله اليوم الفوز كنز كنز
الكنز واغلى من الكنز، يحمل لنا اسم مؤسس المملكة العربية السعودية. هنا الانطلاق المركز الرابع، اتابع رياض بن ثامر بن سليمان السعدون مع هدادة مع المركز الرابع. خامسا المسند يقدم لنا ثنائية مع المها وانتصار بشعار ناصر بن عبد الله بن احمد. المسند يتقدم، ومن يتابع سعيد بن بط الزعبي متابع مراقب دائما لهذا الشعار لهذا الابداع. ولكن يا اخوان اللي خذت الكادر الاول، اللي خذت الكادر المهم والاهم، انها البطلة مذيار. مذيار يا خليل يا بن عبد الهادي الشهواني، يتقدم عبد الهادي بن خليل الشهواني مقدما لنا الابداع مقدما لنا التميز. يتقدم الان يقدم الابداع يقدم التميز. الكيلو الاخير يا اخوان، من يبغى الفوز من يبغى الانتصار يتقدم مع المقدمة. يقدم الإبداع يقدم التميز. الشهواني الشهواني يقدم الإبداع مع مذيار. مذيار يا مذيار يا الجنرال، ما شاء الله على البطلة وأدائها، ما شاء الله على النجمة وإبداعها. هيمنة 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 وسيطرة سيطرة سيطرة على هذا الشوط. انطلقت وغادرت، بن شامس بدا يقترب، ولكن الشهواني. والسلام الى دولة قطر الشقيقة، السلام للعنابي لخليل بن عبد الهادي الشهواني ولعبد الهادي بن خليل الشهواني. ولك يا الزعبي السعيد بن راشد الزعبي، يتابع لنا مذيار يقدم الابداع يقدم التميز على اثر مصيونه على اثر غزه على اثر الابداع على اثر التميز. مشكور من هنا من هذا المضمار الى ميدان التحدي السلام. مشكور يا الجنرال، مشكور يا سعيد يا بن راشد يا الزعبي. اسعد الله صباحك بهذا الفوز بهذا النوماس بهذا الابداع. المركز الثاني لافي بن حبيب الشم مري مع كنز. المركز الثالث شعار بيشان بن محمد بن فهيد الرزق العجمي مع العلا. المركز الرابع شعار الجفن قدم متعبة عبد المحسن بن شافي بن عبد المحسن آل جفن مع متعبة على ما أعتقد، وكان تدخل سريع في هذا الشوط أم بالفعل في هذا الانطلاق أتى شعار محمد بن عتيق بن شامس العامري. المركز الخامس وصل شعار فريج بن في هذه اللحظات شعار منصورة فرج بن راشد بن سليم الحويطي. إذن لحظات الإعادة للتأكد من الخمسة الأسماء وللتوقيت المرافق في هذا الشوط مع مذيار أتت بالتميز. تهانينا لك على هذا الفوز يا خليل يا بن عبد الهادي الشهواني، والتهانية لعبد الهادي بن خليل الشهواني على هذا الفوز وعلى هذا الإبداع مع مذيار. لحظات الوصول ولحظات التميز من مسافة السباق 8 كيلومترات الذي حضرت بها وقطعت وتجاوزت خط النهاية بهذا التوقيت الجميل. إذن لحظات الوصول 12 دقيقة و43 ثانية 53 جزءا من الثانية. تهانينا والف مبروك على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار وهذا التميز الكبير. قدمت الإبداع وقدمت التميز مذيار. مشكور يا سعيد يا بن راشد يا الزعبي من قدم لنا هذا التميز. المركز الثاني شعار وقدوم كنز لافي بن حبيب بن فرج الحسيني الشمري 12 دقيقة 49 ثانية 52 جزء من الثانية.